الله يحييكم ويبقيكم، يا مرحبا. تبون نبدا؟ نبدا اي دقيقه، بس في نقاش حاد هنا، تفضل. لا لا والله جد عادي، شوف يعني من يطلع. لا لا ابدا ابدا والله جد. مين اتفقتوا؟ مين اتفقتوا؟ عمار. ليش انت تطلع كل اسبوع؟ ما يطلع كل اسبوع، من زمان ما طلع عمار اصلا. انا شايف طلع الاسبوع اللي فات. صح الاسبوع اللي فات والله. اي ليش يعني انا مو معكم؟ هو يجي يقول كلامي صح؟ ما ادري والله. هو يجي يقول انا مذاكر ونطلع ما يجاوب. لا يا شيخ لا لا لا، اهم شيء ما حد يهوش اذا اخطا. لا لا لا، احنا ما حد يهوش. طيب تفضل يا عمار، شرفتنا يا مرحبا. الله يحييك. شد حيلك. فيك السؤال. بسم الله. انا بقوم، انا اقدم الفقره. حياك الله. طيب طويل، كيف اجاباتكم؟ وسط صح؟ طيب بسم الله. مين بيطلع بعد شوي من عندكم؟ مين بيطلع من عندكم؟ ونعم تطلع الحين؟ لا لا خليك استريح، ما ودي اتعبك والله. طيب عمار، عمار هلا، كيف حالك؟ الله يمتحنك. منور. منورك. جاهز؟ جاهز باذن الله. كم معك وقت؟ 30 صح؟ 30 ثانية؟ صح؟ تبي مددها اليوم؟ 60 ثانية. لا مرة طماع. 40 طلب. لا خلاص 40 زي البراين. طيب أنا بسألك السؤال الأول، جاهز؟ بإذن الله. طيب يلا أعطونا السؤال. السؤال الأول يقول، وأذكر على ما اتفقت عليه معكم في بداية الفقرة، السؤال يقول: بماذا يغطى جلد الثعبان؟ ناظرني، أحب أشوف وجهك أنا. الله يسعدك. الله يحييك، بشرني عنك. الحمد لله. ناظرني أنا بس. القشرة. ها؟ قشرة. ارفع لي صوتك. قشرة. القشرة يغطى. اعتمد الإجابة ووقف في التايم. اي مشكلة. ها؟ اي مشكلة. اغلق الوقت فاعتمد الإجابة. يقول القشر. تعيد السؤال. ها؟ عيد السؤال اللي انا قلته. وش كان السؤال؟ بما غطى جلد الثعبان. مما؟ يغطى بجلد الثعبان. بالقشر او القشرة. اي. ايش رايكم فريقه؟ خطأ. طيب تبون عصا؟ والله جد يضربونه والله. نعم. مين يعرف الإجابة البديلة؟ إيش؟ حراشف. حراشف؟ سم. طيب ليش ما طلعت؟ ما أعرف السؤال. أحس كذا حراشف. الإجابة حقت عمار. شوف على الشاشة. ليه بيضة هي؟ قشرة تغطي جلد الرأس. قشر للبيض. طيب البيض تيجي عادي انه يقشر. طيب خلاص تمام، انا ما ابغى اصير انا اهوش اللي يخطي. شو الجواب؟ شو الجواب؟ الجواب الحراشف. سمك. انت مذاكر كنت؟ كنت مذاكر؟ ها؟ كنت مذاكر؟ بالسؤال ما بس هذه ماتت في المنهج. ما حصلت اصلا. ما حصلت في المنهج، ما عليه. طيب تفضل يا عارف. سم. السؤال الاول تم. حظا اوفر، حظا اوفر. صفقوا له صفقة. هذه المن العارف ولا العمار؟ ليه ليه ليه؟ العارف. حسب العمار. طيب عارف سم عادة تنظرني طول الإجابة. أبشر بس عارف. يعني أنا بخالف بس أنا عارف. ما ظهري تسمح لي. إي عادي 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 ما عليك. طيب السؤال يقول توترت. ما هو أطول الحيوانات البرية عمرا؟ يبطي ما يموت ما شاء الله. يبطي ما يموت. أعطونا الوقت. ناظرني انا. اطول حيوانات. حط عينك بعيني. فكاتمي. ما هو اطول الحيوانات البريه عمرا؟ عمرا عمرا عمرا. مر عليك في المنهج ونسيت الحين صح؟ ها؟ مر عليك، تحس انه مر عليك. مو قصة مر علي لكن كيف؟ اطول الحيوانات البريه. أقرب لك؟ مو معي. شو اسمه؟ ستة خمسة. أقرب لك؟ قول أي شيء قبل الوقت. الضفدع. الضفدع؟ الضفدع حيوان بري؟ لا لا. الضفدع حيوان بري؟ بس ناظرني، الضفدع حيوان بري؟ برمان. برمان إيه. بري وما. يعني يمكن نلقاه في الثمامة. ها؟ لا. والله جد. زرار. لا برمان بري.
ايش رايكم يا طويق؟ خطا السلحفات. سلحفاة؟ نعم. انت اللي تعرف الاجابه؟ ايه. ليش ما طرحت؟ انا لو داري ان هذا السؤال كان طالع بس ما اعلم الغيب. اجابتك يا عارف اجابه خاطئه. داري. واجابه ابراهيم طبعا صحيحه، هي فعلا السلحفاة. ابغيت اقولها. طيب مين بيطلعون اثنين الاسرع؟ نشوف الخاصم اللي بيطلع. لا لا بيطلع. اذا كان انا بقول 1 2 3 تطلعون بسرعه. يلا 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 1 2 3 خلاص ينسحب فريق هما من مشاركه. استاذ خالد احنا بسرعه الحين. ايه انا استحي من الرجال ذا سالفه كم يا حياتي انا كذا وكذا. طيب غبت ترى جاك الجواب يا مازن هديه فيني انا كيف اقبلك السؤال. مازن بشرني عنك. بشرك بخير. مروق اليوم الحمد لله. طيب لا تكسر الطاولة. مرتبك شوي. مرتبك؟ خرجت والله. السؤال تعرفون الطريقة عاد ها؟ نعم. أسرع إجابة. فقط من الموجودين. تناظروني؟ عادي؟ عادي بس احنا متعودين يعني على طول. إلا إذا وجهي سد النفس عاد. عشان معذورين. أستاذ خميس تعبان معنا وكذا. خميس ما عليك منه انساه. ليش تجي لي خميس واليوم أحد؟ السؤال يقول ما هو أسرع الحيوانات البحرية؟ سمك التونة. سمك التونة. رتويت؟ لا صحيح. في له اسم ثاني، ثاني اسمه سمك الضعفاء. الضفدع. سمك الضفدع. سمكة الضفدع؟ لا لا الضعاف أو شيء زي كذا. ناظروا الكاميرا. عيدوا الإجابات بس كذا وأنا وأنتم على الهواء. سمكة التونة. ما هو أسرع الحيوانات البحرية؟ سمك التونة. لو انه سريع سمك التونه ما كان شفناه في البقالات في كل مكان. لا سمك التونه لانه يصيدونه لانه بطيء. بقدره الله اعطى الانسان وعلم الانسان ما لم يعلم. اعطاه مخ. ما له علاقه. لا سمك التونه. ما؟ سمك التونه. سمك التونه؟ الله اي سمك التونه. هذا اسرع شيء يوكل في العالم ينطبخ في العالم مو اسرع اسرع يمشي يركض. لا اسرع شيء يركض اسرع شيء ينطبخ اسرع كل شيء. انا عندي مشكله مع اللي يعني يكون خطا ويصير انه هو خطا. ما هو يعني خطا لا يعني كلنا عندنا مشكله معهم ذول. انا اقول لك مو والله كلنا عندنا مشكله معهم. والله ما ادري انا هذه عندي مشكله يعني لوجستية. لا الاجابه صحيحه. جرس يعني هذا اللي انا اقصده. هذا مثال حي اللي انا اقصده فعلا انه يعني نعطيه ايحاء ان الاجابه خطا ويصير هو اجابته صحيحه بس انه خطا. لا لا سمك اجابته صحيحه بس انه خطا. ما فاز يعني. انا الرجال اقول سمك ليش انا جبت اول؟ مبروك عليك يا ولا احد كل اجاباتكم خاطئه. سوري تكرار. الإجابة الصحيحة هي سمكة الزعنفة الشراعية. هي نفس التونة ترى اسمها الثاني هذا. تعال هذا جوجل حقي. والله تعال هذا جوال جوجل حقي. إذا لقيت مصدر أي مصدر إن شاء الله من البقالة إذا لقيت مصدر زي كذا أنا موافق في سمكة التونة الصفراء الزعنفة. لا لا بس لا تبي تبحث. هذا جوالي والله. والله إيه تبي تبحث يعني تتأكد. لا لا أنا متأكد والله إن شاء الله ما شفت هذه كلها استونة. تشكيك بالإعداد، تشكيك بالإجابات، وهذا غير مقبول تماماً ومرفوض. غيرنا المقدم اللي قدم الفقرة ومع ذلك نفس المشكلة. قرينا في نقاش هنا اجتماع على جنب. من أي فريق الحين؟ من أي فريق يطلع؟ منكم أنتم. يلا وهل في أحد يبدأ غيركم؟ في أحد يبدأ غيركم؟ الله يسلمك يخليك. طيب انت قبل شوي قلت حراشف وانت متكي. يمكن يجي السؤال على حظي. ما هو ما ندري. اي الحظ دائما ما نفس الشيء. عمار على حظه ما يعرف ذي عادي. ليش تلوم عمار؟ ما لامك؟ لا بس هو قال اني اعرف الجواب بس ما اي يعني لامك بطريقه غير مباشره. اي بس ما نلوم بعض. ما نلوم بعض طريق مستقيم. نحن اصدقاء. تمام نحن اصدقاء ثلاثة. طيب السؤال يقول تناظرني عادي؟ يعني. يقول السؤال في أي قارة يعتبر الموطن الأصلي لحيوان اللاما؟ أمريكا أمريكا الشمالية أو شيء زي كذا. ما أبغى شيء زي كذا. أعطني إجابة فكر على راحتك. معك وقت واستخر وفكر أمريكا الشمالية تأمل. حيوان اللاما تعرف أهم شيء؟ يعرف. طيب أمريكا الشمالية هذا اللي يعني ببالي حاليا. هي قدعنة ولا مرت؟ لا مرت. مرت. هي شمالية جنوبية ما أدري بس إنه. طلعت في قرارك. قراري شمالية. قرارك شمالية. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وزي ما توقعت. ليش؟
وزي ما توقعت الإجابة الصحيحة هي أمريكا الجنوبية. جنوبية. هذه هي. قربت رمعتين طيبة. خلاص. عمار عطى المقسوم. ها؟ عطى المقسوم. الحمد لله حصل خير. لا. يا حنين أنت. أي. كانت قريبة. قريبة. نحن على برنامج مباشر وللأسف لا يوجد ولا إجابة صحيحة من بدء البرنامج. أنا لو إني أول مرة أشوف البرنامج بقول عنكم يعني. لا في كان في إجابة صحيحة من غير متسابقين. وش يهمني؟ يعني في دليل إن رجعنا بس نحط في الأسئلة. ما يهم. ترتيب. لا يهم. طيب جاهز؟ جاهز. عساك طيب. بإذن الله ما دامك طيب أنا طيب. يا بعد قلبي. يعني. طول عمرك. تبي أقرب منك؟ اللي تبي طال عمرك. لا لا خليه. إن قربت زاد الغلط طال عمرك. يا حبيبي والله. الله يحفظك. بعطيك سؤال سهل. تفضل. عادي من صلاحياتي. ما عجبك يا مازن؟ من صلاحياتي. شو الضحك ذي؟ ما ودي. طيب. هذا شخص جميل والله. السؤال يقول. بسم الله. في أي قارة يعتبر الموطن الأصلي لحيوان الليمور؟ الليمور. وش هذه القارة؟ أنا داري إنك إذا نظرت نفسك تجيك إجابات. لا لا ما يحتاج. أنت عادي تنفتح نفسك ينفتح. الإجابة موجودة. إن الله يسرها هي موجودة لكن. إن شاء الله بس تطلع. إن شاء الله بس تطلع. يعني تطلع الإجابة من الدماغ إلى الفم. إلى اللسان. تبغاها في آخر ثانية عشان تشوقنا؟ إيه إيه. يا. انتهى الوقت. لا بعد أنت بقاعد في ثواني. قارة أفريقيا. ليش صراحك يا مازن؟ شيك. كم لنا بعدين الفقرة؟ نص ساعة ولا إجابة ما؟ طيب. تبي تعرف إجابتك؟ إجابة صحيحة إن شاء الله. واثق منها؟ إن شاء الله. مين مأيد إجابته؟ ها؟ مين مأيد إجابته؟ مين مأيد إجابتي؟ وش ما سمعت ولا أحد ولا أحد مأيد ولا واحد مأيد إجابتك ولا واحد رفع يده ترى ما سمعت. أفريقيا أفريقيا جاوبت أفريقيا لعل الله أي أفريقيا